بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل دلوقتي مع بعض عجينة تنفع معايا لأي شكل من المعجنات، بيتزا، ميني بيتزا، أي شكل عجينة، حبة حشيب، أي حاجة هتنفع معايا، هتبقى ممتازة جدا مدام حاجة حادقة مش حلوة. أنا هبدأ الأول بالخميرة. زي ما قلت لك قبل كده، لازم أتأكد إنها فعالة مش بايظة. هجيب شوية لبن دافيين، ولا هما ساقعين ولا هما سخنين، وأحط معلقة سكر صغيرة. وما اني الجو دلوقتي مبرد شوية، فانا هحط معلقتين خميرة صغيرين وهقلبهم. السكر بيخلي الخميرة تقوم بسرعة، وتكون اللبن دافي عشان خاطر يعني الوقت نكسب وقت، بس مش سخن. وهسيبهم دقيقتين وهوريكم شكلها بقى عامل ازاي، ونقدر نحكم اذا كان هي شغالة ولا بايظة. دلوقتي بقى نقدر نبص على الخميرة، شايفين طبعا هي طلعت ازاي وعملت فوم عالي جدا، شايفين ده معناها ان هي ناجحة. اقدر دلوقتي اعمل عجينتي وانا مرتاحة ان هي ان شاء الله هتبقى تمام. عندي كيلو دقيق، حطيت عليه رشة ملح، واللي هستعمله الخميرة اللي عملتها معاكم، وحبة لبن. انا عندي لبن بوشه، فطبعا كل ما تبقى حاجة دسمة كل ما هتبقى طعمها اطعم يعني. ممكن تستبدلوها بزبادي. عندي معلقة زعتر، معلقة زبدة كبيرة، معلقة صغيرة توم وبصل بودر، وهسمي الله وافتح العجانة على خفيف جدا. طبعا اللي عايز يشتغل بايديه عادي براحتك يعني، بس انا عندي يعني فهستغلها. رشة الملح انا سبتها الاول براحة عشان خاطر تتقلب معي، وبعد كده هنزل بالخميرة. وهنزل بقى كل الحاجات اللي انا محضرة. اللبن اللي عندي فيه وش، وطبعا كل ما يبقى فيه وش فهيبقى احلى يعني. ممكن احط شوية لبن في الكوباية عشان اطلع حبة الخميرة اللي في الجنب دول. طبعا انا هتابع العجينه بقى بميه فتره، كل شويه هحط عليها شويه ميه لحد ما الاقيها اتعجنت وبقت تمام معايا. وهزود السرعه بقى حبه بحبه. وكده العجينة خلاص اتعجنت. اهم حاجة في العجينة عشان خطر تكون حلوة ما خليهاش ناشفة قوي، يعني خليها فيها سن التلزيق، يعني بصوا فيها السنة كده، مش ماسكة خالص، فيها سنة خفيفة عشان تبقى سهلة معايا ان انا اعرف اشكلها. دلوقتي هغطيها بورق فويل وهسيبها تخمر، ووريكم شكلها بقى لما تخمر ازاي هنشكل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم.